مساء الهنا والسعادة على حبايبي، وحشتوني كتير. معايا بقى المرة دي قصة جديدة، قصة البلياتشو. بص حبايبي، البلياتشو دوت كان شاطر قوي وكان عليه مهارات وحركات جميلة جدا في السرج، بس للأسف السرج دوت خلص العقد واتقفل. فضل البلياتشو يعيط 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 وقال أروح فين دلوقتي، أكل عيش منين يا ترى، أكل عيش منين؟ ظهرت له الجنية السحرية الطيبة، قالت له مالك بتعيط ليه؟ قال لها كنت بشتغل في السرج واتقفل، ودلوقتي مش لاقي مكان اروح فيه، وكل ما اروح مكان يقولوا ايه مش عايزين حد، المكان ممتلئ. راحت السحرية يا حبايبي قالت له ما تقلقش يا بلياتشو، انا عندي مكان ليك جميل جدا جدا، في ميدان فاضي وايه محدش حط فيه حاجة، زي ما يكون من نصيبك انت، اقف فيه واشتغل فيه وانت ورزقك. فالبلياتشو فضل يضحك ويفرح، قال لها معقول كده؟ طيب لو حد جه كلمني يا ساحرة؟ قالت له ما تقلقش، انا اغمي كل عيون الناس عليك واخليهم يتبسطوا منك ويعملوا لك مشروع سرج جميل، وتبقى انت اكبر بلياتشو، وتوته توته وخلصت الحدوته. يلا حبايبي ما تنسوش الاشتراكات واللايكات، كل يوم قصة جديدة. باي باي.